بيلوسي كل المسؤولين الأمريكيين الذين أتوا إلى مصر للمشاركة في هذا المؤتمر. أيها الشركاء والزعماء، يشرفنا أن نشارك في هذه القمة الحيوية. شكرا الرئيس السيسي على استضافتنا في هذه اللحظة التاريخية. شكرا سيد الرئيس. في البداية أود أن أذكر بأن هذا اليوم هو يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، والمحاربون القدامى في الولايات المتحدة وأسرهم والنجاة منهم ومن يعنى بهم قلب وروح الولايات المتحدة. وفي هذا اليوم الهام وفي كل يوم أحييهم على التضحيات التي قدموها لوطننا. وأود أن أشكر بشكل خاص أحد المحاربين القدامى الأمريكيين الفخورين، وهو صديق عزيز حاز على ميداليات كثيرة، صديق العزيز والمبعوث الخاص للمناخ السيد جون كيري. يا جون، إن التزامك وشغفك وحنكتك الدبلوماسية كلها كانت حيوية لتحقيق التقدم الهائل في مجال المناخ الذي أنجز في السنتين الأخيرتين. شكرا يا صديقي. هنا في مصر حيث الأهرامات والأثار العريقة، الشاهد على عبقرية البشرية على مدى الألفيات، نرى أن رسالتنا هي منع حصول كارثة مناخية والاستفادة من فرصة إنشاء اقتصاد جديد بالطاقة النظيفة. هذا ضروري لحاضرنا ومستقبلنا وفي كتب التاريخ. وفقا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، فالسنوات الثمانية الأخيرة كانت الأحر في العالم. في الولايات المتحدة نرى جفافا تاريخيا وحرائق في الغرب وأعاصير وعواصف مدمرة في الشرق. وهنا في أفريقيا حيث نرى الكثير من أمم العالم الأكثر تضررا من تغير المناخ وتعرضا لانعدام الأمن الغذائي والجوع، نرى هذه الظواهر تالي الجفاف الشديد في قرن أفريقيا منذ 4 سنوات. وفي نهر النيجر في غرب أفريقيا نرى العيث بالحياة التي يعيشها الصيادون والمزارعون. في نيجيريا أكثر من 600 شخص قتل بالفيضانات و1,300,000 هجروا، ومسارات هجرة المواشي تتغير بعد مئات السنين وتعرض للخطر الرعاة والمزارعين. إن تغير المناخ مهم من أجل الأمن البشري والأمن الاقتصادي والأمن البيئي والأمن القومي وحياة كوكبنا. فاليوم أود أن أحدثكم عما تفعله الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المناخية بحزم وعزيمة لضمان كون الكوكب أكثر نظافة وأمانا وصحة من أجلنا جميعا. منذ اليوم الأول الذي توليت فيه الرئاسة، فإن إدارتي نفذت برنامجا طموحا للتصدي للأزمة المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة في الوطن وعبر العالم. فقد انضممنا مجددا وفورا اتفاق باريس، وعقدنا مؤتمرات كبرى بشأن المناخ على مستوى القمة، أعتذر عن خروجنا من ذلك الاتفاق. أعدنا إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع البلدان في العالم على زيادة طموحاتها المناخية. وفي العام الماضي في غلاسكو في مؤتمر الأطراف 26 ساعدت الولايات المتحدة على التوصل إلى التزامات حيوية، بحيث أن ثلثي الاقتصادات في العالم التي تشكل ثلثي الناتج العالمي الإجمالي في مسار لمنع الاحترار بما يزيد عن درجة والنصف. وفي السنتين الأخيرتين حققنا تقدما لم يسبق له مثيل في الوطن باستثمار على مدى الأجيال وبتعزيز البنية التحتية. نحسن شبكة الكهرباء من أجل الطاقة النظيفة، ونوسع شبكات النقل العام وبسكة الحديد، ونبني شبكة وطنية لشحن العربات الكهربائية. وفي هذا الصيف اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا صدقت عليها، ويعتبر أكبر وأضخم قانون مناخي في تاريخ البلاد، قانون تخفيض التضخم.
يشمل أقل مما طلبت به ولكن مبلغ هائل وهو 368 مليار دولار، وهذا لدعم الكهرباء النظيفة من الرياح البحرية العائمة إلى الطاقة الشمسية وعربات صفرية الانبعاثات ووقود الطيران المستدافة والمزيد من الكفاءة في الطاقة في المباني والتنظيف.